Mint mindig nagyon örülök, hogy fogadhatom kollégámat és barátomat, Szijjártó Péter, de Marokkóban. A megbeszélésünk mindig egy lehetőséget adnak, hogy hangsúlyozzuk. علاقتنا في السنوات الأخيرة شهدت واحد دينامية قوية، وهي علاقة مبنية على الثقة القوية، على الاحترام المتبادل، وعلى الصداقة الصادقة. هاد السنة غادي نحتفلوا بذكرى 65 إقامة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وهنغاريا، وهي مناسبة باش نوضحوا كل التطورات اللي شهدتها هذه العلاقة بتعليمات من جلالة الملك محمد السادس وفخامة الوزير الأول لهنغاريا. بحال اللي قلت، في هذه السنوات شهدت واحد التطور كبير وخلات علاقتنا علاقة متميزة، وأحد العناصر اللي خلتها متميزة هي أننا عندنا مقاربة منسجمة حول مجموعة من القضايا. المغرب وهنغاريا هما أمتين عريقتين اللي عندهم تاريخ قوي وعندهم حضارة. المغرب وهنغاريا انطلاقا من هاد الأصول المتجذرة، اليوم كيمشيو في واحد السياسة خارجية اللي عندها استقلالية، كيمشيو في واحد السياسة خارجية اللي قائمة على تنويع الشراكات، وكيمشيو في واحد السياسة خارجية اللي قائمة في ظل الاحترام المبادئ على مقاربة عملية براغماتية لتعزيز السلم الأمن والاستقرار والتنمية في مختلف دول أو بقاع العالم. المغرب وهنغاريا يمكننا نقول بحال كيقولوا لايك مايندد، مجموعة من القضايا ومجموعة المقاربات، وهذا اللي كيخلي يعزز الثقة بين البلدين، وهذا اللي كيخلي حوارنا السياسي كيكون دائما مثمر، لأننا كنتحدثوا في إطار الثقة المتبادلة، ولأننا كنشتغلوا بحال اللي كيقولوا بكتاب مفتوح حول تقييمنا للأوضاع وتبادل المعطيات حول ما يجري في أوروبا أو ما يجري في إفريقيا والساحل والعالم العربي. هاد السنة تميزات كذلك بزيارة فخامة الوزير الأول لهنغاري المغرب في أبريل، ولقائه مع السيد رئيس الحكومة في مراكش، واللي كانت مناسبة للتأكيد على عمق العلاقات الثنائية. في المجال الاقتصادي شهدت علاقتنا تطور كبير. المغرب أصبح اليوم هو الشريك الإفريقي الأول لهنغاريا في المجال التجاري، واليوم في اجتماعنا اتفقنا على أننا نبني على هذا التطور الإيجابي باش نزيده نقويه ونعززه، من خلال أولا التأكيد على نتائج اللجنة الاقتصادية اللي انعقدت في بداية هذا الشهر، واللي عطات مجموعة التوصيات حول المجالات اللي يمكن يتعزز فيها التعاون، أو من خلال التأكيد على
أهمية بعض الآليات بحال مجلس رجال الأعمال اللي كانت تخلق في 21 واللي اليوم يمكن له كذلك يكون فاعل أساسي في هذه العلاقة. الهدف هو أنه بناء على هذه علاقة الثقة وبناء على هذه الإرادة القوية اللي كاينه على المستوى السياسي تترجم كذلك على المستوى الاقتصادي من خلال أن المغرب ماشي فقط يكون أول شريك ولكن كذلك حجم الشراكة التجارية يتعزز ويتنوع في مجالات متعددة ويتم كذلك بالإضافة إلى قوة التبادل التجاري يكون هناك حضور الاستثمارات الهنغارية في المغرب ومن المغرب إلى القارة الإفريقية. كانت هذه مناسبة باش كذلك نهني صديقي بيتر على رئاسة الاتحاد الأوروبي والرئاسة الناجحة، والمغرب كان دائما كيعتبر هنغاريا داعم قوي لعلاقته مع الاتحاد الأوروبي، وكانت هنغاريا دائما بجانب المغرب فيما يتعلق بقضاياه ومصالحه في إطار الاتحاد الأوروبي ومؤسساته. تحدثنا كذلك على أهمية التعاون في المجال اللي يمكننا نقوله الإنساني سواء فيما يتعلق بالتكوين، وشكرت جدد الشكر لمعالي الوزير حول المنح اللي كتقدمها هنغاريا للشباب المغاربة واللي هي في واحد الوتيرة متزايدة. وخبرته كذلك بأنه في إطار نفس المنطق المغرب غادي يوضع 20 منحة رهن إشارة الشباب الهنغاري للقيام بالدراسة في المغرب. وكان اجتماع مؤخرا يعني في هذا الأسبوع كان ضمن بين وزير التعليم العالي وزميله في هنغاريا، وكان اجتماع في بودابست، واتفقوا على أن التعاون الأكاديمي والتعاون العلمي كذلك غادي يتطور. وكنظن أنه الآن مع فتح خط جوي ما بين بودابست ومراكش جوج ولا ثلاثة المرات في الأسبوع، هذا كذلك يعزز هذه العلاقات الإنسانية ويعززها سواء من حيث السياحة، من حيث تواصل رجال الأعمال، أو من حيث تواصل الشباب في البلدين. المبادرات اللي طلقها جلالة الملك محمد السادس في القارة الإفريقية سواء أنبوب الغاز ما بين نيجيريا المغرب إلى أوروبا، أو مبادرة تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، كلها كتفتح مجال لتعزيز التعاون بيناتنا واللي يمكن هنغاريا يكون عندها فيها دور أساسي باعتبارها مبادرات استراتيجية كتهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. ووصلنا إلى الخلاصة على أن علاقتنا يمكن كتمر بأحسن مراحلها منذ فهاد 65 سنة، وهذا بقدر ما هو مصدر ارتياح فبقدر ما هو كذلك يفرض علينا أننا نعزو التعاون في كل المجالات ونقوي الآليات باش نكونوا في مستوى طموح جلالة الملك والوزير الأول الهنغاري لجعل هذه الشراكة شراكة نموذجية بين دولة من وسط أو شرق أوروبا وبين دولة في شمال إفريقيا، واللي قرروا بأنهم يجعلوا من علاقتهم علاقة نموذجية في كل المجالات. مرة أخرى بيتر شكرا على هذه الزيارة، وحريت اتفقنا غيكون موعد سنوي نوفمبر في المغرب ودجنبير في بودابست إن شاء الله. شكرا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارتاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.